عن طريق البلاوغرانا البارسا في التيكي تاكا كره ليو ميسي ميسي صعدت جولاسو 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 اكي جولاسو ذا دريم تيم ليو 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 ميسي والميلان اللهم مش ممكن على كرة الهدف مش ممكن على الدخلة الأسطورية مش ممكن في دخلة قوية تشتعل مدرجات نيو كامب الميلان صفر برشلونة جول كاجولاسو يا أرجنتيني شوف يلعب شوف يلمسها يضربها يركنها أبيات يتفرج على كرة سحرية على كرة لاتينية قادمة من الروزاريو عنوانها ميسي شعارها إبداع غايتها تهديف وروحها إمتاع جول 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 بارسا ونو ميلان سيرو 1-0 للبرشلونة ذاك نتعرف الليلة على هوية المتأهل ترجع كرة مرة أخرى الوقت مع تناس يتعاد جولاسو ليو ميسي اللي ضيع يقبل اللي ضيع يقبل ذبحهم ذبحهم السفاح ذبحهم المجرم ذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليو جولاسو ديل بارسلونا الهدف الثاني للبارسا في صبر في الشوط الاول ما يرحمش ما يسمحش ليو ميسي يرجع يضرب يرجع القناص يرجع ولد الروزاريو يرجع الرجل الثوري بثوريه تشي جيفارا ويسجل ثاني الاهداف الارجنتين جابت 5-6 اساطير 6 رجال في الاسطوره اولهم مارادونا ثانيهم فانجو الفورمولا 1 ثالثهم جيفارا رابعهم بيرون خامسهم سباتيني الجميله وسادسهم الأروع والأجمل بلغة الأقدام رجل يحكم بكل الأحكام رجل هو السلطان هو الفنان هدف أهدافه لا ترد تسديداته ما تتصدش وينك يا أبياتي يبعد على متساس يعطيه 10 سنتي يخلق منها هدف يخلق منها كورة يخلق منها جول تتمادى تتهادى تزين شباك ميلان وتعادل سكور لبرشلونة ميسي غير العادة ميسي Не очень заметен сегодня был Эль Гуахи. Практически не заметен. Но получил свой шанс и распорядился им просто великолепно вводящим ударом в дальний угол. Констант до мяча не добирается и как исполнил Вилья. И снова без шансов для объятий. И пас Хави. Просто...